بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا الصباح لتعلن انطلاقة شوطنا 16 للإبكار المهجنات الأصايل. شوط الختام ينطلق على بركة الله وتوفيقه، انطلق مع البداية ومع المركز الأول لأتابع منصور أحمد بن راشد بن محمد المنصوري، يقدم لنا شعاره مع أول المراكز. المركز الثاني أتابع قمه الحاضره محمد بن حمود بن حمد بن ميرين، يقدم لنا قمه مع المركز الثاني. المركز الثالث، الحضور في هذه اللحظات من تحرير راشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، يقدم لنا شعاره. بينما المركز الرابع، القدوم في هذه اللحظات من نوار حمد بن محمد بن فهيد العجمي، يقدم لنا شعاره. بينما المركز الخامس، الحضور من مطيلة القادمة بشعار سالم بالدهيمي بن غفان الخيلي، يقدم لنا انطلاقة هذه البطلة مع المركز الخامس. المركز السادس، الحضور من مرضية هي القادمة علي بن خليفة الاكتبي، يقدم لنا مرضية مع المركز السادس. المركز السابع، احضرت في هذه اللحظات ووصلت الريم القادمة بشعار سعيد بن محسن بن حمد الفلاحي، من يقدم لنا شعاره. بينما المركز الثامن، القدوم والحضور من الحذرة مع المركز الثامن، ناصر بن سعيد المنصوري يقدم لنا شعاره. المركز التاسع، احضرت في هذه اللحظات ووصلت مشاكل منصور بن سيف بن عفصان الخيلي، يقدم لنا شعاره. بينما المركز العاشر، القدوم والحضور من دبي، الحاضر هنا السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي. هكذا النداء للعشر المراكز الاولى، للعشر الشعارات الحاضرة في هذا الصباح، المنطلقين الباحثين عن الفوز وعن الناموس والانتصار. مقدمة الشوط المركز الاول، تحرير ما زالت مع الصدارة، يقدمها راشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي الراشدي، من يقدم لنا تحرير. تحرير مع المقدمة، تحرير مع الصدارة، لتنطلق لتنفرد وحيدة، باحثة عن الفوز، باحثة عن الناموس وعن الانتصار. المركز الثاني، احضرت في هذه اللحظات منصوره يا منصوره، احمد بن راشد بن محمد المنصوري، يقدم لنا منصوره. ولكن مرضيه الاسم التاريخي، الاسم العريق والكبير، يتقدم بهذا الشعار ليقدم لنا مرضيه. علي بن خليفة الاكتبي، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع، احضرت في هذه اللحظات الحذرة ناصر بن سعيد بن متعافي المنصورية، من يقدم لنا الحذرة مع المركز الرابع. المركز الخامس، شعار بن بيشان القادم مع نواره حمد
فهد بن محمد بن فهد العجمي من يقدم لنا شعار مع المركز الخامس. المركز السادس احضرت قمة محمد بن حمود بن حمد بن ميرين يقدم لنا قمة مع المركز السادس. بينما المركز السابع القدوم والحضور من الريم سعيد بن محسن بن حمد الفلاحي الفلاحية. المركز الثامن في هذه اللحظات احضرت وتواجدت امطيلة سالم بن دهيم بن غفان الخيلي من يقدم لنا امطيلة مع المركز الثامن. المركز التاسع في هذه اللحظات الحضور والقدوم من دبي القادمة بشعار السعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي من يقدم لنا شعاره. بينما المركز العاشر انضمت في هذه اللحظات واحضرت مشاكل منصور بن سيف بن حفصان الخيلية يقدم لنا مشاكل مع المركز العاشر. النداء الثانية ينقضي مع هذه الشعارات ينقضي مع هذه الأسماء الحاضرة في هذا الصباح من أجل الفوز والناموس. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، العودة إلى تحرير. من تنطلق في هذه اللحظات يقدم لنا تحرير راشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، ما زال مع القيادة، ما زال مع الريادة. الراشدي أحد الأسماء التراثية، أحد الأسماء الكبيرة، أحد الأسماء المشاركة دائما في السباق التراثية. ولعل ابرز الاسماء اللي قدم هذا الشعار عرجة يا راعي عرجة، من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا تحرير؟ تحرير يا الراشدي تحرير. الله على تحرير، الله على انطلاقاته، الله على سيره، الله على شكله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا مالكي تحرير. ولكن القدوم من منصورة مع المركز الثاني احمد بن راشد بن محمد المنصوري. بينما اتابع مرضية هي الحاضرة بشعار علي بن خليفة الكتبي. بينما اتابع المركز الرابع الحذرة هي القادمة ناصر بن سعيد بن متعافي المنصوري. المركز الخامس احضرت في هذه اللحظات دبي السعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي من يقدم لنا دبي. بينما شعار بن بيشان مع المركز السادس. المركز السابع اتابع قمة الحاضرة قمة الواصلة بشعار محمد بن حمود بن حمد بن ميرين بن ميرين يا راعي قمة. بدأ في الحضور، بدأ في الوصول، بدأ في التقدم. بينما اتابع مطيلة سالم بن الديم بن غفان الخيلية من يقدم لنا شعاره. ولكن نعود الى الصدارة الى المركز الاول، العودة الى منصورة والكيلومتر الاخير. يا مالك منصورة، يا مالك تحرير، يا مالك الحذرة، يا مالك مرضية، يا مالك قمة، يا مالك نوارة. البدوا بالحضور، بدوا في الوصول. اهل الانتاج المنتجين بدأوا في الانطلاق. إلا أن منصورة أحمد بن راشد بن محمد المنصورية مع منصورة وتحذيرا من الحذرة ناصر بن سعيد بن متعافية والمنصورية. الحذرة ومنصورة، ولكن منصورة باحثة عن الانتصار، باحثة عن الانتصار.
الانتصار في آخر الأشواط، في شوط الختام، في شوط الختام. يا مالك ما يا مالك منصور، أحمد بن راشد بن محمد المنصوري، المنصوري، المنصوري. سلام يا الوثبة، سلام عمار يا الوثبة عمار. يا مالك منصور، يا مالك منصور، ولكن سلام، سلام يا الوثبة، سلام يا الوثبة، سلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان الدخول ما بين قمة لمحمد بن حمود بن حمد بن ميرين، وكذلك اللي هي الحذر لناصر بن سعيد بن متعافي المنصوري. المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام تحرير لراشد بن محمد الراشدي. والمركز الخامس اوصلت اللي هي نوارة لحمد بن محمد بن فهد العجمي. هذه منصورة كما تتابعونها وتشاهدونها عبر قناة ياس، صاحبة ناموس هذا الشوط لأحمد بن راشد بن محمد المنصوري، قدم لنا العروض المميزة في هذا الصباح. 12 دقيقة 55 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. المركز الثاني بالفعل كانت قمة لمحمد بن حمود بن حمد بن ميرين من قدمها مع المركز الثاني، وقدمت أداء أيضا تشكر عليها بن ميرين مع قمة. 12 دقيقة 55 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كانت الحذرة لناصر بن سعيد بن متعافي المنصوري، قدمها مع المركز الثالث توقيتها ولحظات وصولها 12 دقيقة 55 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع كان الحضور